بس استأذنك معايا من المكتب الإعلامي بسفارة مصر بأثيوبيا السيد خالد عفيفي، أهلا وسهلا بيك يا فندم. يا أهلا وسهلا يا كابتن حميد، إزي حضرتك يا فندم؟ وأهلا بحضرتك وفي كل المشاهدين. أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب إن شاء الله. ودايما صورة مشرفة لمصر كده، رجالتنا دايما صورة مشرفة لمصر في أي مكان يكونوا فيه. يا فندم ده واجبنا، وإحنا تحت أمر النادي الأهلي وتحت أمر كل الفرق المصرية. طمني بقى، اكيد كل الجماهير الاهلاويه عايز تطمن منك يا فندم على الاستعدادات في اثيوبيا لاستقبال النادي الاهلي والملاعب اللي هيتمرن النادي الاهلي، يعني الاجواء العامه في اثيوبيا شكلها ايه؟ والله يا فندم، هو بداية كابتن سيد عبد الحفيظ وصل النهارده الساعة 7:30 صباحا استاد مطار أديس أبابا، وطبعا السفارة اصطحبت كابتن سيد لفندق أقامته، رايح خد شوية ريست راحة كده. تمام. والساعة 2 كان في غدا سيد السفير أقامه على شرف الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عبدي. بعدها كابتن سيد قام بجولة في أديس أبابا لتفقد الملاعب الموجودة حتى يستقر على المباراة، المكان اللي هيتم تدريب الفريق فيه. وفي الاخر الكابتن سيد طبعا استقر على الملعب الرئيسي اللي هتقام عليه نفس المباراه يوم الاحد الساعه 4 بتوقيت اديس ابابا. الملعب الرئيسي. الملعب الرئيسي ايضا. تمام. والملعب يعني دايما في كان ايامنا يا فندم كان الدنيا كانت صعبه شويه، النجيله كانت صعبه شويه، الاجواء طبعا مش عارف درجه الحراره شكلها ايه دلوقتي في اثيوبيا، المناخ العام، الملعب شكله ايه كارض يتلعب عليها من فريق النادي الاهلي؟ يا رب تكون الدنيا كويسه. الملاعب تقريبا كلها في اديس ابابا يعني في تطور من فتره لاخرى. سوريا طبعا بتبذل جهد كبير في تطوير الملاعب بتاعتها. كان المفروض المباراه تقام في منطقه جنه دي جنوب غرب اثيوبيا، لكن طبعا الحكومه الاثيوبيه واتحاد الكره الاثيوبي قرر اقامه المباراه على الملعب الرئيسي اديس ابابا، تيسيرا طبعا على النادي الاهلي والفرقه، وطبعا للظروف، مراعاه للظروف اللي بتمر بيها اديس ابابا اثيوبيا. احنا كسفاره طبعا السيد سفير اسامه عبد الخالق يعني اتاخر ووجه للسفاره توفير كل سبل الدعم اللازمه للفرقه النادي الاهلي. طبعا السيد سفير اقام زي ما قلت لحضرتك حفل غنائي على شرف وكابتن سمير عبدي. خلال الغداء تم عقد مشاورات حول رحله الفريق واثناء فتره اقامتها في اديس ابابا حتى السفر، وان شاء الله يعني يكلل التعب ده بالفوز للنادي الاهلي باذن الله، ويرجع باذن الله منتصر كعك يعني. يعني حضرتك قلت لي ان جيما اتفضل اتفضل يا فندم. لكن احنا كمكتب طبعا اعلامي بالسفاره حرصنا تماما على التنسيق مع القنوات المصريه اللي واخده في الحضور لاديس ابابا. تواصلنا مع اداره القناه في النادي الاهلي وحصلنا طبعا اهم حاجه شيء المعدات حتى لا يتم حجزها في مطار اديس ابابا. خلصنا الاجراء الافراجات الجمركيه. وان شاء الله هنكون في شرف استقبالهم النهارده الساعة 3 في المطار حتى يخرجوا إن شاء الله سالمين بالمعدات بدون أي مشاكل بإذن الله، ثم هيتوجهوا بإذن الله للإقامة في الفندق إنتر كونتيننتال ده اللي استقر عليه الكابتن سيد لإقامة الفريق. ان شاء الله يعني ربنا ان شاء الله يسهل، ان شاء الله يرجعوا منصورين باذن الله. حضرتك قلت لي ان جيما بتقع في جنوب غرب اثيوبيا، يعني اعتقد ان التواجد الجماهيري في العاصمه هيكون تواجد قليل، ولا ليهم برضو مسانده جماهيريه في العاصمه؟ لا، هو الشعب الاثيوبي عموما بيحب الكره الافريقيه عموما، كلهم مهتمين تقريبا بلقاء الاهلي اهتمام غير عادي. الملعب طبعا هيكون على اديس ابابا، في دعم كبير للفرق الجيم الاثيوبي، وفي نفس الوقت الجاليه المصريه اللي موجوده من خلال التواصل معاهم كلهم ابدوا رغبه في الحضور ومشاهده الماتش في الاستاد. كلهم بيسالوا عن التذاكر،
يعني اعتقد ان الاجواء هتبقى ممتازه يعني ان شاء الله. هو الساعة الجماهيرية تقريبا كام يا فندم؟ في فرق ساعة بيننا لا وبين الساعة الجماهيرية، أنا آسف، الساعة الجماهيرية للاستاد. الساعة الجماهيرية الاستاد يعني تقريبا في حدود 40، من 40 ل 60 ألف متفرج يعني اه كتير برضو. تقريبا. في اهلاويه هناك ولا ايه؟ ما هو ده دوت الاستاد الرئيسي في اسيوبيا. يا رب ان شاء الله تكون مباراه يعني تليق باسم النادي الاهلي وفريق جيما، ان شاء الله تكون في مصلحه النادي الاهلي.